ننتقل إلى العالم من حولنا. أحمد عزام محلل الأول أسواق المال في إكويتي جروب معنا في هذه الأثناء للحديث عن شؤون وشجون العالم من حولنا. عزام أهلا وسهلا بك معنا. يعني دعنا نتحدث بدءا عن أوروبا وسر إيجابية الأسواق الأوروبية وهي تستبق قرارات الفائدة. صباح الخير الطيب وسالي. نعم بكل تأكيد الأنظار كلها إلى أوروبا. الأرقام السلبية الاقتصادية مؤخرا الطيب كانت تثير بعض الشكوك، تثير بعض المخاوف بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس بات مشكوك في أمره. عندما نطلع على الأرقام الاقتصادية فجميعها أرقام سلبية بما تخص النمو، فبكل تأكيد بنك أوروبا قد يكون ضمن مجازفة كبيرة جدا في عمليات رفع أسعار الفائدة إذا ما أراد رفع أسعار الفائدة أن يخسر إمكانية السوفت لاندينج، وهو على ما أعتقد بات بعيد كل البعد عن إمكانية الوصول في الاقتصاد الأوروبي. بكل تأكيد الأسواق الأوروبية باتت تسعر إمكانية رفع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس، خاصة كما ذكرت أن أرقام النمو بعيدة كل البعد عن إمكانية المجازفة والدخول بعمليات رفع أسعار فائدة. المخاوف على ما أعتقد هنا الطيب ليس فقط الابتعاد عن النمو والدخول في مرحلة النمو والانكماش السلبي في الفترة الأخيرة، لا بل أن تكون المشكلة أكبر في الدخول في الفترة القادمة في الركود التضخمي، عدم إمكانية السيطرة على الركود والدخول في إمكانية نمو سلبي أو الدخول في مرحلة الركود. فبالتالي بنك أوروبا على ما أعتقد يوم الخميس أمام معضلة صعبة، معضلة كبيرة جدا. تثبيت أسعار الفائدة قد يكون وارد، لكن على ما أعتقد اللهجة التشددية يجب أن تكون متواجدة في محضر البنك الأوروبي أو حتى في مؤتمر كريستين لاغارد، خوفا من إمكانية فقدان الأسواق في الفترة القادمة الطيب. نعم أحمد، يعني بناء على البيانات الأساسية التي نتابعها أيضا هذا الأسبوع هي بيانات التضخم الأمريكي، لكن اليوم سؤالي ليس فقط على توجهات الفيدرالي الأمريكي، ولكن انعكاس هذا الأمر ما نشهده اليوم من حالة من التذبذب على الأسواق في وول ستريت. مكاسب كانت مستمرة لثلاث جلسات متتالية، عم نلحظ اليوم بالنسبة للعقود المستقبلية على حالة من التراجع. برأيك اليوم كيف هو مسار الأسواق الأمريكية سيكون في ظل هذه البيانات؟ نعم ساري، على ما أعتقد عوائد السندات قد تلخص مخاوف الأسواق، تلخص الأوضاع وعدم اليقين في التحركات القادمة. بكل تأكيد كما ذكرت ساري أرقام التضخم مهمة جدا لإمكانية معرفة عجلة الاقتصاد إلى أين متجهة، أو حتى لمعرفة إمكانية تحركات الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع القادم. فقط أود أن أذكر هنا ساري توجه بنك أوروبا قد يكون مهم جدا لمعرفة توجه الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع القادم. قد يكون هناك كوبينج أو إمكانية نسخ القرار بنك أوروبا إلى الفيدرالي الأمريكي. عندما نتحدث على الأسواق، على ما أعتقد الأسواق الأمريكية تحديدا سالي، أبل كانت أحد المحركات الكبيرة، تسلا في الأمس كانت محرك صحيح كبير جدا بالنسبة للأسهم الأمريكية. فعلى ما أعتقد إمكانية التداولات العرضية في الفترة القادمة إلى وصولنا إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي قد يكون توجه في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، خاصة مع أرقام التضخم القادمة التي قد تكون بعض الشيء مضللة سالي. الكور سي بي آي والهيدلاين سي بي آي التضخم الأساسي والتضخم الرئيسي على ما أعتقد قد يعطون أرقام مختلطة في الفترة القادمة. إمكانية انخفاض التضخم الأساسي وإمكانية ارتفاع التضخم الرئيسي فقد تعطي بعض الإمكانية في أرقام مختلطة، فبالتالي قد تنعكس على الأسواق الأمريكية في الفترة القادمة أن نرى تداولات عرضية، خاصة مع انقسام المستثمرين هنا أقصد هنا، وانقسام أيضا مجلس الفيدرالي الأمريكي. نعم أحمد، تحركات الذهب في ظل هذه الأجواء وعلاقتها بالورق الخضراء. نعم الطيب، عندما ننظر إلى الذهب كنت قد تحدثت سابقا بأن إمكانية التداول عند مستويات 1950 إلى مستويات 1880 كتداولات عرضية واردة جدا في الربع الحالي. فعلى ما أعتقد لا زلت أميل إلى التوجه مع ميل سلبي الطيب، خاصة مع الإغلاقات الأخيرة. قد تكون الإغلاقات سلبية بعض الشيء فنيا، حتى لو اتجهنا أساسيا الحديث عن السوفت لاندينج بالأمس من جانت يلين الطيب قد تبرر بعض الشيء التداولات السلبية بالنسبة للذهب في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد كسر مستويات 1900 مع إمكانية ارتفاعات أرقام التضخم، خاصة أن أرقام التضخم قد تبرر إمكانية رفع أسعار الفائدة في شهر 11، فبالتالي كسر مستويات 1900 على ما أعتقد قد تعطي بعض الميول السلبية في الفترة القادمة بالنسبة للذهب الطيب. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب.
شكرا لك. شكرا لكم.